جعان حط في رجله مقاشه. يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي، ايه بسم الله عليك بسم الله عليك. يا دي دي يا حفيظ يا رب، انا مش عارف مين اللي سمك حفيظه. بتنده عليا؟ لا انا بجرب اسمك بس. جرب يا مسمس. مسمس ايه؟ مسمس دي يا وليه؟ ايه حظك انت يا راجل، مش اسمك مسعد تبقى مسمس؟ مسمس. والنهارده الخسخس. خسخس؟ يعني ايه خسخس؟ يا لهوي الخميس يا راجل. جينا بقى نتكلم في موال الخميس. الهي لا يسيئك الا خميس النهارده. سامحين الخميس ده يا حفيظه، الخميس ده عندي عزا. يا حسين يا حسين، لا 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 اهدي الغمقه دي. عزا ايه يا اخويا؟ مين اللي مات؟ واحد صاحبي مراته مات. يا حسين ماتت ازاي دي بقى؟ ماتت مخنوقه. ازاي يا اخويا مخنوقه؟ اصلها كانت طالعه من الحمام وماسكه الفوطه، جوزها اتغاظ خنقها بالفوطه. يا حسين بلا فوطه يا اخويا. اله لا يسيئك اله لا يسيئك. خليك النهارده اجل العزا. ده عزا عزا يا حفيظه، يعني واجب. يا اخويا خلص الواجب اللي عندك الاول. اله لا يسيئك، بلاش الخميس ده، الخميس ده بالذات انا مش هنسالك الجميل ده ابدا. يا حفيظه ما انت كل خميس بتقولي لي كده. اقول لك يا حفيظه، الله يخليك، اعتقي الخميس ده وده جميل مش هنساهولك ابدا. بقول لك ايه يا موسى، صدق بالله انا مش مطمنه لك. ليه يا حفيظه؟ حاسه يا اخويا كده انك انت بتلعب بديلك. ما هو بصراحه اللي يتجوزك يا حفيظه لازم يلعب بديله. سلام. اكيد كان عنده حس التهذيب واصلاح في البيت. والله ما حد عاوز تهذيب واصلاح غيرك انت يا راجل. مش عاوز تحسن معاملتك مع الواد عامر؟ يا جدع بلا قرف، كل شويه نطط لي ومدد ايده عايز فلوس. انا عارف جامعه ايه دي اللي بيتعلموا فيها، واحنا هيعمل ايه بالشهاده؟ عالم جهله. هو في احسن من التعليم؟ يا ريت ابويا كان سابنا كمل تعليمي. يعني كنت هتعمل ايه يا خي؟ كنت هتكسب الحرب؟ عشان ده معلم ماليش مزاج. ايدك تتلف بحرير. الله الله الله، مش عوايدك يعني. صدقوا بالله النسوان دول بيحسوا بكل حاجه ولا اجدعها رادار. المره من دول تبص لك في عينيك تعرف ايه اللي جواك. ليه يا حفيظه مكشوف عنها الحجاب؟ تقولش كده يا اخي، الوليه من غير ما حد يقول لها حاسس ان انا بالي مشغول. وايه بقى اللي شاغل بالك؟ حرية، حرية من الجنة. هفهفت على الدكان من يومين، خطفت قلبي وطارت، ومن ساعتها وانا متلخبط مش عارف اذا كنت صاحي ولا بحلم.